الأنبياء والمرسلين. أولا وقبل كل شيء وبادئ بداية أتوجه بتحياتي الحارة والتشكرات إليكم أيها الجمهور الأصيل الكريم. إنني قبل كل شيء أجد نفسي مشدوها ومكلوما، وذلك لما فقدته من أخواتي وأشقائي رحمة الله عليهم في برهة وجيزة من الزمن. أخص بالذكرى شقيق الأعز عبد الله الجبالي الذي هو من مدينتكم ومدينتكم يعني ولد ونشأ وترعرع في هذه المدينة. وأكمل دراسته الابتدائية بها. انتقل بعد ذلك إلى مدينة العرائس للثانوية في العرائس، فأحرز على شهادة البكالوريا ثم بعد ذلك الإجازة. انتقل بوظيفته كما تعرفون إلى إقليم ميدل بثانوية العياشي، ثم بعد ذلك إلى قنيطرة، ثم بعد ذلك انتقل إلى مدينة زوارة الشمال مدينة طنجة. في مدينة طنجة يعني كافح وكثيرا في مهنته التعليمية أيضا، وكان جل التلاميذ والتلميذات يحبونه جيدا، وكذلك رفقاؤه وزملاؤه الأساتذة البارزين في مدينة طنجة. باختصار تقاعد من مهنته التعليمية، ولكن شقيق الأعز لم يتقاعد، تقاعد ولم يتقاعس، بل كب مرة أخرى في إلى وذلك لحبه لمدينته أصلا، انكب إلى التنقيب والتحصيل في تاريخ مدينته. وكما تعرفون أنه ألف كتبا تاريخية منها تاريخ أصيل وعالم وأصيل الشعر، وكذلك نصباء أو علماء ديال الشمال من مدينة طوان والقصر الكبير والعائلة الكبيرة، إلى أن وفاه العزل رحمة الله عليه وأسكنه مسيحة النادي. وإنا لله وإنا إليه راجعون، والسلام عليكم ورحمة الله.